مساء الخير، ازيكم؟ معلش اتأخرت دقيقتين. احنا برضو في سلسلة لماذا انت مريض، والنهاردة حلقة 9. عندنا معلومات كتير في الموضوع، وبتعمل ايه مع جسمنا في يعني ممكن الصدمات في الطفولة، والمرض مش هيبان في الطفولة، اللي هيبان قدام قوي في الحياة، في الثلاثينات، في الاربعينات، في الخمسينات، والناس تقول هو جالي منين. وطبعا الدكاترة دايما في الدكاترة دايما في الاوتو اميون ما بيبقاش عارفين ليه، وبيقولوا احنا ما نعرفش ليه حصل ان الجسم هاجم نفسه، ولكن ده اللي حاصل في جسمك. على فكرة الاوتو اميون او الامراض المناعية كتير جدا، تقريبا اي ثينك ان انا قريت المعلومة 80 نوع. انا اتاكد برضو، انا خدت نوتس النهاردة. في 80 نوع من انفلاميشن في الجسم، الامراض المناعية، واسامي كتيرة قوي قوي قوي، كل شويه يزيدوا على فكره ويقولوا لنا ده في مرض تاني جه. فطبعا في اسباب الاطباء بتقول ممكن بيسموها التريجرز، يعني اوقات يقولوا انواع اكل، فيروس، انفايرمنت، البيئه، حاجات كده. بس في اسباب بقى تانية ما بيكلموش فيها كتير، والاسباب دي مهمه قوي، ولو ان في ابحاث كتير جدا بتثبت ان دي اسباب قويه من اسباب الاوتو اميون، وهي الحاجات اللي حصلت، المشاعر او الايموشنال، الحاجات اللي حصلت لنا في حياتنا وازاي بتاثرها. اشهر بحث اتعمل في الموضوع ده اسمه ذا ايس ستادي، لان كان على عدد كبير جدا من الناس، وهتكلم عنه شويه، على 15000 وكسر، اظن 15300 وحاجه، حد كبير يعني ادلت، عملوا عليهم بحث وشافوا طفولتهم كان فيها ايه، ايه انواع المشاكل اللي مروا بيها، الايموشنال، المشاكل اللي في البيت اللي حصلت لهم وهم اطفال. ومنها كانوا بيشوفوا طبعا واضح دول ادلتس، ايه الامراض اللي الناس دي عندها. هل كل واحد مر بحاجات وحشه في حياته وهو صغير جاله مرض اوتو اميون؟ اكيد لا طبعا. وهل كل حد جاله اوتو اميون 100% كان عشان طفولته كان فيها صدمات؟ برضو لا، ولكن نسبه عاليه جدا. فالاي ستادي ده بالانجلش اسمه ادفيرس ايه حاجه ادفيرس حاجه اكسبيرينس. فالاي ستادي ادفيرس تشايلد هود اكسبيرينسز، يعني التجارب الوحشه في الطفوله. ده يعني اثبت كده، بس مش ده بس البحث الوحيد اللي اثبت المشكله دي، في ابحاث تانيه كتير بيشتغلوا عليها وبيشوفوا علاقه الطفوله او الصدمات مع اللي حصل. طبعا يعني الناس اللي في علوم الطاقه، اللي بيقروا في علوم الطاقه او بيدرسوا علوم الطاقه زيي، معتقدين ان كتير قوي بندور على الصدمه، ومعتقدين ان اوقات ما بتاخدش كل السنين دي عشان تظهر المرض، اوقات سنتين، سنه ونص. لما حد بيجي لنا باوتو اميون، اول سؤال بنساله ايه اللي كان حاصل في حياتك من سنه، سنتين، من ثلاثه، او لو قبلها على طول. وكتير قوي الرد بيكون سريع جدا، ايوه انا مريت باكس، انا الشركه صفت ومشوني، انا حصل لي خيانه فظيعه في الشغل وحصل لي كذا، انا شريكي خني مثلا، انا والدتي وفت وانا كنت في حاله صعبه قوي ما اظنش فقت منها لغايه دلوقتي. في صدمه حصلت، في صدمه حصلت، بيبقى واضحه جدا. في ناس بتقول لك مثلا 17 يوليو سنه 87، انا ده اليوم اللي انا جات لي صدمه، وبعدها حياتي اختلفت. بعدها بست شهور ابتديت احس باوجاع، وابتدوا يقولوا لي انت عندك اوتو اميون. ففي ناس واضحه جدا عندهم، والتاريخ كانه تاريخ فاصل في حياتهم، فالرد بيكون كده. ف عموما يعني النهارده عايزين نتكلم على ايه هي الصدمه، لان الناس معتقده ان الصدمه يعني لازم حاجه كبيره قوي، وكل واحد حسب ما بيتاثر. يعني زي ما بنقول كلنا بتموت لنا اهالينا، مش كل الناس تاخدها بنفس الطريقه، ناس كتير بتترفد من الشغل، مش كل الناس تاخدها. بس الصدمه ليها معالم او ليها ديفينيشن. ففي دكتور من المعروفين جدا بيشتغل على التروماس او الصدمات، اسمه روبرت سكير، اس سي اي اي ار. روبرت سكير حدد كده المعالم يعني ايه صدمه. حاجه منهم ان الواحد يحس انه في عليه تهديد على البقاء، فده ممكن يكون في حادثة، ان انا شايفة ان خلاص الحادثة بتحصل وانا هموت، او يعني البقاء بتاعي مهدد دلوقتي.
والحاجة التانية اللي في الصدمة، خلاص شايفة الحادثة وأنا ما أقدرش أعمل حاجة، ما عنديش فرامل، ما بعرفش أسوق، أو أنا قاعد ورا وشايفة الحادثة. فأنا عندي من الحاجات اللي برضه هو رابر سكير قال بتكون فيها إن أنا هيلبلس أو عندي قلة حيلة، ما عنديش حاجة أقدر أعملها. أو كمان في أوقات بتبقى عندي باورلس، ما عنديش قدرة أعمل أي شيء. يعني مثلا ممكن الصدمة، على فكرة أب قوي قوي وبيجي يضرب بشراسة، فالطفل بيكش كده صدمة كبيرة، الأب دخل الباب، الطفل دخل في صدمة لأنه هو باورلس، هو ما عندوش أي قدرة يدافع عن نفسه مع الهاجة الكبيرة دي، الهجمة دي، الطويل ده والطفل صغنن. فهي الصدمة ممكن تكون كده. فممكن حد يقول يعني ايه يعني، يعني بابا كان بيضربه يعني يجيله صدمة، ما كل الأطفال اتضربت. لا، في ناس عندها خوف شديد، مهزوزين في حاجات باينة قوي، وفي حاجات مش باينة لأن بس مأثرة على حياتهم. احنا النهاردة مش بنتكلم بقى على التأثيرات اللي احنا ممكن بعد كده نتكلم فيها، تأثيرات فلوسهم، نجاحهم، صحتهم، طبعا تأثيرات علاقاتهم في الشغل، علاقاتهم مع أصحابهم، علاقاتهم مع الزوج أو الزوجة، كل ده بيتأثر من اللقطة دي. لكن احنا هنا مركزين على تأثيرها على الصحة. اوكي، انا هقف ثانية بس اشوف لو في اي أسئلة ولا نكمل. استاذة هافن اهلا بيك يا حبيبتي. اوكي، سو فاحنا دلوقتي بنتكلم على الصدمة. انا ليه بتكلم فيها شوية كتير؟ لان ناس كتير معتقدين او لما بقابلهم بيقولوا مثلا، لو انا في قاعدة يعني اجتماعية، يعني مش في المكتب او في الشغل، فبيقولوا لا لا ما عنديش صدمات في حياتي، الحمد لله تربيتي كانت كويسة واهلي كانوا لطاف، ما مرتش بحاجة. انا مش عارف انا ليه مثلا كذا حصل لي، ليه مش عارف انجح في الشغل، او ليه انا جالي الاوتو اميون او كذا. فانا بحاول اشرح، هي الصدمه على فكره مش لازم تكون حاجه باينه كبيره قوي، بس يكفي اللي يكون فيها المعالم دي. اوكي، وفي حاجات تانية بتحددها. فالصدمات بتتحوش في الجسم ازاي؟ بتتحوش، بنسميها تراما كابسول، كبسوله صدمه، بتتحوش بكل معالمها، بافكارها، بالخوف اللي فيها، واتكتمت وتحوشت. وفي علم النفس اوقات من كتر ما هي مخيفه، لو الموقف مخيف قوي بقى، بتتكتم وبتتحوش في حته عميقه جدا في العقل اللاواعي او السبكونشس اللي بيقولوه، عشان انا ما اقدرش اتعامل معاها، مش قادر افتكر الحاجه دي قوي، مش قادر اتخيلها، صدمه فظيعه. فانا مش فعشان ربنا حط فينا البقاء وان احنا نقدر نستمر، الحقيقه بندفنها كانه يعني. طبعا علميا احنا عندنا ان كان الشخص ده بيطلع يعني مثلا هقول لكم المثال، لحد عمره شاف حتى حادثه وما كانتش كبيره، بيقول لك انا كنت شايفها شايفها وكاني خلاص ببص عليها من فوق، بقيت بقى انا مشاهد الحادثه من فوق كده، بنطلع كاننا بره جسمنا. بس انا مش يعني مش عايزه ادخل في الشرح ده، بيحصل فعلا ان احنا كاننا بنطلع بره جسمنا ونتفرج على الحادث اللي بيحصل تحت ده. فالطفل مثلا لقى حد بيهجم عليه، او في حاجات طبعا مش عايزه ادخل بقى في اغتصاب او اي حاجه من الكلام الصعب ده، بس ده اللي بيحصل ديسوسيشن بالانجلش، الواحد كانه بيجري منها. وبعدين لو هي الصدمه قويه جدا، بيدفنها في حته مش عايز يشوفها ولا عايز يفتكرها، وفي ناس فعلا ما تفتكرهاش اوكي. فاوقات دي عماله بقى تنز وبتطلع حاجات بتخلي الجسم مع وقت ما ما اتعالجتش، ما اتظبطتش، ما حدش عمل لها اي نوع من المعالجه. فده اللي بيظهر معانا بعدين كده. عشان كده هرجع تاني للبحث بتاع الايس، هم عملوا ده، ايه اللي كان بيحصل؟ كان اب شرس، ام يعني بتشرب جامد، او ام او طفل بيتربى مع حد صعب قوي اخلاقه، فالولد او البنت جالهم صدمات كتيره من الحياه وعلى طول كاشين وخايفين. ممكن تكون ان الاب بيزعق كتير قوي عشان الدرجات وحشه، فالطفل مرعوب ان بابا هيجي يبص على الورقه كذا. انا لن انسى طفله كانت 8 سنين، رعبها كان صعب قوي ان الاب كان بيجيبها ويجود الميزان ويوقفها عليه وزعيق وضرب بقى لو هي زادت. البنت دي كانت صغيره جدا، والاب كان عنده عقده ان هو اصلا هو تخين، وبيطلع عقده على البنت دي، وكان عندها هلع. اليوم ده كان بالنسبه لها اصعب يوم في الدنيا، وبعديها عقاب بقى وحاجات صعبه قوي. فممكن حد يقول دي مش صدمه، ايه يعني ده كان بيربيها، ده كان عادي. لا، ما كانش عادي، والاي ستادي اثبت ده، الامراض الفظيعه دي في علاقه كبيره جدا للايموشنز او المشاعر.
وبالذات الصدمات. يعني لو حبيتوا تقروا، لو حد حابب، لو هنا في دكتور او حد حابب يفهم اكتر، هنقرا على علاقه الصدمات مع الاوتو اميون ديزيز اللي هم بيقولوا مش عارفين سببه. اوكي، فمش بننكر ان يمكن في حاجات تانية. انا بقول ممكن تكون زي ما بيقولوا other triggers، حاجات بتفعل زي الفيروسز، زي الانفايرمنت، زي انواع اكل معينه، مش عارفين بالظبط ايه، بس اوقات يقولوا اصل ده اصل ده، ماشي، كل دول موجودين وكده. برضو احنا نرجع نقول ايه الحل، ايه بقى المهم جدا في القصه دي، ان احنا عرفنا ده كعلوم وربنا ادانا حلول وادانا حاجه تعرف تشتغل على الترامس. يعني الاي اف تي بيشتغل على اقصى انواع الترامس اللي هي بيسميها PTSD. PTSD او بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، صدمه ما بعد الصدمه. كتير بنتكلم فيه على قدماء الحروب، بس البي تي اس دي مش بس عشان قدماء الحروب المحاربين، سوري. البي تي اس دي عند ناس كتير من مواقف تبان عاديه، الرفض مثلا، موقف حصل، يعني في مواقف تبان عاديه دلوقتي بيتكلموا انه في ناس في الولاده بيجي لهم بي تي اس دي بعدها وبتبقى مشكله. المهم هو علم مرض معروف في السايكايتري، في البي تي اس دي ده. فلما الاي اف تي بيقدر يتعامل مع ده، It's a big trauma, PTSD, post-traumatic stress disorder, وتحول إلى مرض. فهو الـ EFT بيساعد. EFT وحاجة اسمها matrix imprinting أو العلاج عن طريق المصفوفة. فلو الحد متقن دول يقدر يساعدنا، فالعلم موجود. فإحنا مش هنقدر، أوكي، إحنا مش هنقدر نغير تربيتنا، مش هنقدر نغير ماضينا، ماضينا اتعمل مع أبونا أو أمنا أو اللي كان بياخدوا بالهم مننا، بس النهاردة نقدر نعالج اللي حصل. نروح لحد متخصص ونبتدي نشوف بقى ايه اللي حصل زمان مأثر عليا النهارده، ايه اللي حصل زمان مأثر عليا النهارده. اوكي، اهلا بيكي تغريد وامل. اوكي، فاحنا دلوقتي عرفنا الحته دي، ان احنا عندنا الحل. يستحسن على قد ما انا بقول لكم ان ينفع تتعاملوا مع الاي اف تي، وان الاي اف تي لمساعدتكم ودايما في حياتكم واستعملوها انتوا، بس لو انا عارفه ان كان في حاجه عامله لي صدمه او حاسس ان عندي حاجه عامله لي صدمه، يستحسن بلاش انتوا اللي تشتغلوا عليها، يستحسن حد متخصص يدخل يشتغل عليها بالحاجتين، EFT او EFT في المصفوفه او اعاده المصفوفه، فاللي هي ماتريكس امبرنتنج، عشان هيلاقي المشكله وهيعالجها بجنتل، بطريقه هو فاهم بيعمل ايه، بحيث انه ما يبقاش فتح الكبسوله والبني ادم يجي له زي اوفرولم لو هو لوحده. فاحنا بننصح انه لو هي حاجه كده، يعني كاري كريج اللي عمل العلم الاي اف تي كان بيقول جمله مهمه قوي بالانجلش، دونت جو وير يو دونت بيلونج، ما تروحش في الحتت اللي انت مش المفروض تكون فيها، ما تروحش الحتت دي. فمعناها ايه؟ لو انت ما بتعرفش تعوم في العميق، مفيش داعي تروح في العميق. ايوه، ممكن تعوم على بره خالص، مفيش مشكله، فزي الطفل اعوم بره بس ما تدخلش في العميق. فاحنا بنقول لكم اعملوا الصداع، اعملوا اللي تقدروا عليه، اعملوا. بس لو في موضوع انا عارفاه وحتى او حاساه من زمان ان انا عندي حاجه عملت لي صدمه، مفيش داعي تفتحوا الكبسوله دي لوحدكم، في ناس متخصصين ومتدربين على هذا. التيم بتاعي بالذات انا عارفه هم الكواليتي بتاعت شغلهم ايه، وعارفه هم بيشتغلوا ازاي، ونتكلم كتير في التراما ومتدربين يتعاملوا مع ده. فاتليست انا عارفين دول بيعرفوا يعملوا ايه، والحمد لله في العلوم دي دلوقتي. اوكي، طيب، لا انا بس عايزه اشوف لو في اسئله. مها اهلا بيكي، لو في اي سؤال بليز. طيب، من الحاجات بقى الكمان دلوقتي، في ابحاث كمان حلو الحمد لله، الدكاتره بقى في وعي وبيتكلموا على الستريس والانكزايتي، ان دول من الحاجتين اللي كوز اوتو اميون. يعني لو هو ما جاش من تروما، ممكن يكون الستريس اليومي بتاعي او الانكزايتي بتاعتي اليوميه. يعني انا مثلا ما اظنش ان ما لقيتش اي كبسوله تروما لغايه دلوقتي، والف حمد وشكر على ربوني، ولكن حصل لي انزايتي وستريس عالي جدا في فتره من شغلي، ده اللي جاب لي الروماتويد، وعرفت لما اشتغلت بالاي اف تي. يعني نفس الشغل بالاي اف تي عرفني ان هي دي التروما اللي عندي، مش حاجه تانية. لان انا كان والدي عيي قوي، انا حسيت انه مشكله والدي اللي كانت تعبانه نفسيتي، بس الاي اف تي بيعرفني كمان ايه هو اللي عمل ده فيا، حتى لو انا مش دريانه، حتى انا يعني استغربت قلت يا نهاري
يعني انا مريت بيه مع والدي، مش هو ده اللي عمل كده، ده طلع شغل حاجه معينه كانت في شغل. فطالما في ستريس او انكزايتي، فما هو اللي بيحصل الجسم من كتر ما هو ستريس وعمال ينزل ادرينالين ادرينالين وحاجه فظيعه كده، ممكن الجسم يزهق من هنا، يقلب على نفسه ويبتدي يجيب الاوتو اميون ديزيز، اللي هو زي انت بتعملي ايه فيا، انت بتعملي في ايه كل يوم نازلي. لان الستريس بيجي من ايه، اللي هو فايت اور فلايت، اللي هو يا حارب يا اجري. الجسم بيستعد فبينزل ادرينالين، احنا اتكلمنا متهيألي فيديو واحد او اتنين هتلاقوا الشرح، اتكلمنا في ده اوريدي. فنزل الادرينالين وما تصرفش، لان يعني احنا في الحياه المودرن نبتسم للمدير كده، او نبتسم للشريك كده، او نبتسم للعميل كده، واحنا جوانا بنغلي، والادرينالين ده ما تصرفش. طب لو كل يوم، او لو انا سنه قلقان على شغلي، او قلقان ان انا ما اقدرش اسد ديوني الكبيره اللي في البنك، وانا عندي مثلا شركه او مصنع او ايا كان، كل يوم بنزل الماده دي وما بيحصلش راننج وجري جاري، وما بيحصلش الحاجه، سوري، ما بيحصلش ان انا حارب، فالماده دي في الاخر هتتحول الى مشكله جوه الجسم. وعشان كده في ناس بتجيلها اوتو اميون من حاجه زي كده. في كل الحالات هنشتغل ب الاي اف تي. طيب ده عشان ما فيش تروما، ما فيش مشكله تشتغلوا مع نفسكم، برضو يستحسن تروحوا مع حد يسرع لكم الشغل. ولكن لو اشتغلنا كل يوم، لو انا عندي اوكي، انا عايزه اديكم الروشته النهارده، لو انا عندي اوتو اميون ديزيز انا لازم هشتغل كل يوم، كل يوم، كل يوم في اعراض وجع، كل يوم في مشكله حاصله جوه، كل يوم في دمار حاصل جوه، لازم اعمل له اي اف تي كل يوم عليه، او على الوجع، او على موضوع حصل لي في اليوم ده، او موضوع انا قلقانه عليه، ايا كان لازم هشتغل يوميا. وفي من الناس اللي يعني شاطرين قوي في الاي اف تي اللي اشتغلوا مع الامراض الاوتوميون بيقولوا محتاجين نعمل 10 مرات في اليوم. 10 مرات كل مره ايه؟ 5 ل 7 دقائق، 5 ل 10 دقائق. هتقولوا ده كتير، لا، لو جمعناها هيطلع ساعه، ساعه ونص من عمري. طب ما كده كده انا لو عندي اوتو اميون اكتر وقت انا ضايع مني اكتر من كده في حياتي. طب ما اساعد نفسي، هقسمهم بقى، واول ما اصحى، وبعدين بعد ما افطر، وبعدين اعمل كذا. ممكن يتقسموا. ما عملتش 10 عملت 5 احسن من زيرو، عملت 3 احسن برضو، عملت 1 احسن برضو، عملت يوم ويوم احسن برضو، مصيري هوصل، بس هبتدي افرغ الانكزايتي والستريس اللي عندي. وطبعا في ناس كتير شغلهم في ستريس، او حياتهم فيها ستريس، ظروف حياتهم كده. فبليز، هو ده الوصيه اللي احنا بنتكلم فيها، هنشتغل على الستريس. فيري سيمبل. الستريس جاي من ايه؟ مش ستريس عمومي، مش اقول ستريس ممكن اعمل ستريس ده ستريس ده، بس عقلي لازم في ستريس ايه؟ مش عارفه ادفع فاتوره المدرسه، مش قادر، مديري صعب جدا، ابني تعبني في كذا، ابني سقط ومش عارفه اعمل ايه، ايا كان بقى اللي عامل لي ستريس. وهبشتغل عليه. وطبعا سام تايمز في ناس حياتهم اليوم في كذا حاجه، يعني الصبح حصل حاجه، وفي العصر حصل حاجه، وبالليل في خناقه مع الزوج وحاجه. هنعمل على كل دول، خصوصا لو انا عندي اوتو اميون ديزيز، لو عندي مرض اوتو اميون لازم احمي نفسي بقى وابتدي اروق. عندي قدره اروح لحد، هروح لحد، لان هم هيسرعوا لي الشغل، هيدخلوا بطريقه تانية على الفايلات. ما عنديش، يبقى هشتغل يومي على الاقل 10 مرات، ويوم كل يوم كل يوم، هتلاقوا الفرق ابتدى، هتناموا احسن من بسرعه جدا، ممكن من سيشن واحده تناموا احسن، ممكن من 3، ممكن من 5، ممكن بعد اسبوع والشوك يبتدي يروق. وحاجات هتحصل زي ايه؟ الوجع هيقل نسبته كوجع، وكمان الفتره اللي ما بين السبيس اللي ما بين، لو انا مثلا كان بيجي لي كل ساعه ونص، ممكن يبقى كل ساعتين لو كان بيعمل كذا. وبرده هقول لو انا باخد ادويه هكمل بادويتي، مش هتكلم عن ادويتكم خالص، هتكملوا. بس انا مثلا حافظه ان انا ايام المسكنات كانت عبال ما اخد التانيه انا في فتره موجوعه قوي. طب ما انا الاي اف تي هيساعدني، وكمان من قبل ما اوصل، مش لازم لما الافكت يروح ابتدي اعمل، لا، ده لما الصبح اعمل اي اف تي، والظهر اعمل اي اف تي، والعصر اعمل اي دي، بحيث ان انا بساعد جسمي يريح نفسه. يعني طبعا هو في حاجات علميه كتير ما فيش وقت نحكي فيها كلها النهارده، ولكن هو اللي بيحصل انه الاي اف تي بيشتغل على سيستم جوه تانية، وبيشتغل على الباراسمباتيتك سيستم لو احنا اطباء، وبيساعد الجسم في حاجات كتيره جدا، وبيهدي الدنيا. فمهم جدا جدا جدا. اوكي، فتقريبا ده اللي عايزين نقوله النهارده، ان احنا هنوصيكم، والنهارده اديتكم معلومه علميا بالتجارب، بنحتاج تقريبا لو احنا عندنا اوتو اميون نعمل تابنج 10 مرات في اليوم ونجرب. وكل جسم يختلف على فكره، كل جسم يختلف. يمكن ربنا يكون ان انا محتاجه 5 بس، هعمل 5 مرات.
ممكن يكون في الاول شهر انا هشتغل كتير، عندي ساعتين، واخد اجازه اسبوع واشتغل على نفسي كل يوم ساعتين وثلاثه واربعه، ايه المشكله؟ ساعه الصبح وساعه العصر وساعه بالليل، ايه المشكله؟ لغايه ما افضي، وكل ما افتكر حاجه واعمل برنامج التصالح مع النفس وهعمل كل حاجه في ايدي واروح لو عندي قدره اروح. وعلى فكره مش لازم تروحوا، انا بشتغل على ال على يعني ثرو انترنت، على طريق الماسنجر او سكايب او تليفون او عن بعد، في كذا طريقه للشغل ما فيش مشكله. والمهم ابدا الطريق، اتعلم الاي اف تي كويس. طبعا لو حد عنده اوتوميون يا ريت ياخد اي اف تي كورس عشان يبقى مالك الطريقه لنفسه احسن، كمان اكتر ما نقدر نديه في اي، مهما نعمل فيديوهات نقدر نديها بقى بطريقه احسن لما الشخص ياخد الكورس معانا. وجوه الكورس احنا كمان بيحصل شغل كتير على انفسكم، فبيحصل تفضيه جامده، ياما ناس حصلها شيفت فظيع، طلعوا ايه ده انا حصل لي، مش مصدقه حصل لي تغيير كبير، انا حصل لي شيفت بجد بجد، وشهم بيتغير. يعني متهيألي بعد كده هصور هم داخلين وهصور هم طالعين بعد الكورس ليفل 1 و2، لان في فرق كبير. اوكي، مين؟ صفاء اهلا بيكي، ومها اهلا بيكي، حلو جدا. فده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. عايزه اشوف لو عايزه اقول حاجه تانية. اوكي، فهي دي السمري، ان انتوا النهارده هتعملوا تابنج. تاني حاجه، لو في تروما كبيره روحوا لحد، لو لا اشتغلوا على كل يوم لو عندكم ستريس، بحيث ان احنا نحمي جسمنا من كبسولات التراماز، او نحمي نفسنا ان احنا نجيب لنفسنا اسباب اللي يحصل ينزل جوه جسمنا الستريس هرمونز او هرمونات التوتر، بحيث يعمل لنا مشكله بعد كده. اوكي، احنا هنتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله. لو في اسئله ابعتوها لي. بنرفع كل الفيديوهات دي على اليوتيوب. في مفاجاه قريب ان شاء الله هتنبسطوا برضو في حاجه ليها دعوه بدول ان شاء الله. وبحاول ندي كل ما نقدر معلومه طول الاسبوع. انا على بالي الاسبوع ده هنقول ايه، والاسبوع ده هندي ايه، وفي نفس الوقت ان لازم تكون قليله وملمومه عشان شويه شويه، لان يعني شويه شويه نوصل ان مخنا يفهم وعقلنا يفهم الموضوع ايه. اوكي، هقول لكم اشوفكم الاسبوع الجاي، وسعيده بيكم. وبليز شير الفيديوهات دي على اكبر عدد، نفسنا نغير حياه مليون واحد في سنه 2018 و19. ده حلمي، ده حلمي ان انا المس حياه بحيث صحه افضل لمليون حد، بلاد عربيه بلاد اجنبيه، بس طبعا هيكونوا بيتكلموا العربي عشان ده عربي، لمليون فرد، ويبقوا معانا في الترايب وفي الجروب. وعايزه افتح الفيسبوك ده الاقي مئات والافات الناس بتقول فرق معايا، انا عملت ده وفرق معايا في صحتي. اوكي، صحه افضل للجميع.